السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا على قناة كات تيتوريالز. هنكمل النهاردة أوامر الستيتس بار، ومع أمرين النهاردة مهمين جدا. الأمر الأولاني وهو كويك بروبرتيز، والأمر الثاني وهو الأنوتيشن مونيتور. أمر كويك بروبرتيز بكل بساطة، لو أنت عندك دايرة زي اللي مرسومة قدامنا دي كده، وعايزين نعرض البيانات بتاعة الدايرة دي، تمام؟ لو احنا ضغطنا عليها كده مش هيبين ليا اي حاجة. كل اللي عمله هو ان هو ظلل الدايرة او علم على الدايرة قدامك كده. امر كويك بروبرتيز هو الامر بقى اللي بيفيدنا في الشغلانة دي. اللي احنا بنعمل ايه؟ بنروح على كاستمايزيشن ونفعل كويك بروبرتيز. هيتفعل قدامنا كده زي ما انت شايف اهوت كويك بروبرتيز. هنروح عليه وهنشطه. لما تروح بقى على الدايرة مرة تانية وتعلم عليها كده، شوف هتظهر كل بيانات الدايرة قدامنا. البيانات اللي موجودة قدامكم دي للدايرة، وهو الكلر، الكلر بتاع الدايرة مرسومة باللوني باللون الابيض. اللاير، اسم اللاير صفر زيرو، هي اللاير دي اهوت اللاير زيرو. لاين تايب باي لاير، تمام؟ لاين تايب بتاعها باي لاير، تمام. سنتر اكس وسنتر واي. سنتر اكس معناها ان الدايرة دي بتبعد عن نقطة الاصل في اتجاه اكس 3113.9 مليمتر، وبتبعد عن نقطة الاصل في اتجاه واي اللي هي دي 1864.29 مليمتر تقريبا يعني. والرادياس بتاع الدايره دي هو 54، والديامتر 108 اللي هو طبعا ضعف الرادياس، تمام. والسيركمفيرنس اللي هو المحيط بتاع الدايره الموجوده قدامكم دي، هو المحيط ده 339.5. والاريا كمان جايب لك المساحه بتاعتها، وهي 9175.7 ملم مربع. هي ديت البيانات بتاعة الدايرة اللي موجودة قدامكم دي، واللي هو احنا بنقدر نحصل عليها من امر كويك بروبرتيز. اذا امر كويك بروبرتيز هو الامر اللي بيبين لنا البيانات بتاعة الرسم اللي موجود قدامنا. ايا كان الرسم اللي موجود قدامنا ايه، نقدر ان احنا نعرف الداتا شيت او نجيب الداتا شيت بتاعة الرسم بالكامل عشان خاطر نعرف البيانات بتاعته ايه. بس هو ده امر كويك بروبرتيز بكل بساطة. طيب الامر التاني اللي معانا النهاردة وهو انوتيشن مونيتور. امر انوتيشن مونيتور وهو ان احنا لو عندنا الدائرة اللي موجودة قدامنا دي، تمام، لو جينا هنا من انوتيشن على الامر ده اللي هو الليدر وضغطنا عليه، تمام، ورحنا علمنا على الدائرة دي كده وقلنا له ان دي سيركل، تمام، ادي اهو سيركل، تمام. يبقى احنا كده شاورنا على الدايره اللي موجوده قدامنا دي وقلنا له اللي ديت سيركل. طيب انا بقى عايز اعمل حاجه تانية، هروح على نفس الامر، تمام، ولكن يعني هخلي السهم ده يشير الى الفراغ. نقول له برضو سيركل. يبقى احنا عندنا سهمين، الاول بيشير على الدايرة والتاني بيشير على فراغ، مش بيشير على حاجة، تمام. طيب الامر بقى اللي هو ليتر او الانوتيشن مونيتور ده بيبين لك إذا كان السهم ده بيدل على حاجة أو لأ. يعني أنت هتروح مثلا هنا على هتروح هنا وهتروح منشط أمر annotation monitor أهو، نشط قدامنا أهو، ورايحين ننشطه. بص لما نشطناه إيه اللي حصل أهو، أعطانا هنا كده أهوت علامة تعجب، أو أعطانا هنا alarm بيقول لنا إن أنت عندك مشكلة هنا. ايه المشكلة؟ هي ان السهم ده لا يشير على شيء، السهم ده لا يشير
على شيء. هو ده الامر انوتيشن مونيتور بكل بساطه، هو اللي بيبين لك اذا كان السهم او اللي انت حاطه ده بيشير على شيء او انه بيشير على فراغ. طبعا وده طبعا بيفيدنا ان احنا لما بنيجي نشير على رسم معين، تمام، لازم نبقى محددين بالظبط احنا بنشير على ايه، وهل السهم فعلا متجه للرسم اللي انت محدده، او ان السهم ده طبعا لا يشير الى شيء. ده ببساطة امر الانوتيشن مونيتور. وبكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة، عرفنا امرين مهمين جدا، وهو امر كويك بروبرتيز، والامر التاني هو انوتيشن مونيتور. ارجو ان يكون كل حاجة واضحة. برجاء دعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي حاجة اكتبوها في الكومنتات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.